طب انا هقول لك على حاجه. طب ما تيجي بقى نقدم صور نوران معانا. طب ايه رايك صورك انت الاول؟ سفيت عليا نشوف صورك. عايزين لا نوران الاول. لا انت الاول. انت الاول. احنا في الاخر. والنبي نوران. يلا نشوف صور دي نوران. ايه ده؟ ايه ده؟ انا عايز اعرف مين اللي مصور الصوره. ده بابا فنان. والله لا واخد الكادر من ورا الورد. لا بص النضاره مع الحركه وبتاع. على فكره انا عايز اقول لكم يعني انا كنت شيك قوي وانا صغيره يا جماعه. النضاره لازم تبقى زي المايو زي الكاش مايو زي السليبر. انت اصلا مخبيه. لا بص الوقفه. بس هو برده مش عارفه انا بعمل ايه يعني مش عارفه انا ليه بتصور الصوره دي. لا بص بيبي اجنبيه يعني تصدقي برضه جايبه. وانا عايزه اقول لكم ان انا شعري كان اصفر جدا وانا صغيره. باين. وبعدين عارف برضه صور صورني وانا مش واخد بالي هي كانت عاملاها تلقائيه جدا. يا روحي اهو. لا هي يا جماعه ما اتغيرتش. لا يعني المشكله فينا احنا. لا الموضوع انت عادي تحطي صورتك جنب عادي. انا عايزه اعرف ايه اللي كان في راسك. ده باني تيل عشان شعري ما كانش عندك شعر. لا كان طويل بس مش باين في الصوره لان انا كنت عاملاه طفيره او ماما كانت عامله لي طفيره عشان ما يتبهدلش. هو كان طويل وهو كان كيرلي وكان زي ما انتم شايفين كده كان اصفر.